عليك عليك روحي خلاص. ايوه ريم دادي دور عندي ترى. الو هلا تسمعيني؟ ايه الحين سمعتك معلش بس صار موضوع طارئ. وشو ما سمعت؟ جاني اتصال انا. عشان كده وقف. متى اختبار عندكم؟ ما ادري زين امس واحدة من البنات قاعدة اسولف معاها تقول اننا بنأجز بعد شهر 40 يوم. تاني ادري اصلا كنت ناسي ان في شيء اسمه ترم ثاني. طيب بعد شو اسمه، انتوا عن بعد اختباراتكم ولا حضوري؟ اكيد عن بعد اكيد. عندي دكتورة بالجامعة، تخيلي كل المواد عندي عن بعد إلا هالدكتورة، تقول بأحرص إنه يصير اختباركم عن حضوري. ليش؟ ليش؟ قالت لازم أنا ما أعرف أختبر، لازم يكون حضوري. يا بنت الناس تعوذي من إبليس، كل المواد عن بعد، أنا ما أقدر بأكلم الإدارة وأرفع خطابات عشان يصير عن حضوري. يا بنت الناس شوفي مرة قهرتني، مرة مرة. أمانة أمانة ريم هلا صدق حسين إنك تفهمين عن بعد. الصدق، يعني الصدق، إيه أنا أسمع أول ربع ساعة من المحاضرات، بعد الربع ساعة أعطيها نومة أرتاح. مو طبيعي قسم بالله إني أنا صدق أحس إني ما أفهم مع أغلب السادات صايرين ينادون فجأة. فهمتيني فجأة فجأة فلانة فلانة عشان يعرفون. فهمتي؟ إيه أنا أوقف المنبه قبل الحصة ما تنتهي يمكن 5 دقايق كذا على حسب حاسة صارت تخلص بدري ولا ما تخلص. فهمتي؟ وأصحى قبلها أنتظرها كذا عين مفتوحة عين مغمضة أنا موجودة موجودة أطلع. نفسي، عشان كذا انا اقول لك اخذ غفوة بالمحاضرات ارتاح. ترتاحين من ايش؟ صدق انا قاعدة اقول ايام الدراسة كيف كنت اتحمل الكلام هذا؟ والله تخيل كيف، صدق كيف كنا نجلس يعني بالكلاس ساعة ولا ساعتين؟ والله كيف؟ احس نسيت المرونة حقت الحفظ كيف اقعد. اتوقع تدرين لو نرجع الحين بنتعب، مرة بنتعب، يعني والله ايه بنصير ليش كذا، اصلا كان فينا شيء، ما احنا قادرين نجلس، نبي نتسدح، نبي نتبطح، نبي نرتاح. عاد انا تدرين انا دائما حتى في الحضور دائما يهاوشوني على جلستي صدق. يعني انا ما اكون يعني اكون مثلا مركزه مع الاستاذه فجاه اقول اقعد كذا عادي انا ارتاح زي كذا. فهمتيني اكون اتعب من الجلسه. المهم وعشان عادي جلستك فالحين يعني حس هذا الشيء اللي ريحني تمام. وصاروا يهاوشوني اني ما ارد متاخر يعني الحصه بتخلص استاذه حضرتي ايه توني حضرت انت وين كنتي. صدق صاروا يحطوني غياب وانا حاضره يحطوني يوت غياب تعرفين، ما بس أرص الإيميلات للتيتشرات، والله العظيم إني حاضرة، والله العظيم أكون صدق حاضرة، بس آخر المحاضرة أخلي غفوة، يا أختي أتعب وأنا حاضرة طول الكلاس. شوف شوفي انا صاروا رسالات يقولون خلاص انت يعني مو باول مره فمعناته انك ما تقعدين عند الجوال. فهمتيني؟ ما اقعد واضح واضح ترى هم يحسبون في بنات صدق فعليا، بنات يفتحونه ويروحون، او تفتحه باللابتوب. انا منهم افتح ما شاء الله، والله العب مع الحلزونات لين ارجع اشوف في حضرت ولا لا. صديق تخيل في اكتب بنات بتويتر تغريدات. ايه والله العظيم صاروا تويتر صاروا اذا كتبت ارتب حصتك والله اشوف كل تويتر كل الناس الصباح، اوف مو طبيعيين كيف اصلا ما تضرب الناس. الا الصباح. ها اقول التغريدات ما تضرب الا الصباح خصوصا صادقة والله،
المشكلة دخلت العصر ولا المغرب والله ما في أحد زي الصباح. إيه أنا العصر تقريبا أكون نايمة إلا إذا كان عندي شيء يعني مهم، أنا ما أعرف ليش تنامون، ما أعرف. لا تنامون، النوم هذا الغفوة هذا تخرب اليوم كامل، لأن إيه نومك أنا العصر بعرف. مو حلو أساسا. شوف أنا يمكن قبل العصر بشوي، أنا ترى دائما كذا يعني مثلا لازم أول ما أخلص حصصي أنام، أنا أخلص بدري يعني فهمتي، أخلص على 12 واحدة بكثير، إلا يوم الأحد، يوم الأحد مرة ثقيل أخلص ثنتين. فعلا حتى أنا أكره يوم الأحد، أنا عندي يومين أكرههم، يوم الأحد ويوم السبت. مهما صار اليوم يعدي أنا نفسيا ما أقدر أعدي من داخلي، ما رثيث رثيث أنت بالنسبة لي. اسمعي إذا بثرين والله ذكرت شيء بثرين، جديد، أقول بثرين. بس أنا والله مرة خايفة إذا فيني كورونا، لا تخافين عادي رتون، والله مرة عادي، ترى بس يمكن 14 يوم ويروح، مرة سهل. ترى ما وش أقدر، تعرفين كنا، تعرفين كنا وشو؟ ما علي الفرصة، طيب قدمي لهم عذر. طيب بتروح علي الفرصة، الفلوس أوكي بترجع مثلا ما أدري كم 200، بس انا في هذه الفرصه ما اضيع علي، فهمت قصدي؟ بعد كم هو بالضبط؟ بعد 8 ايام، سبع روح ايام اسمعي، اروح اختبر عنك. صدق قصدي، تخيلي، اقول والله العظيم انا اكلمها، مو مخي اللي يحل، شوفوها على الجوال هي اللي تعلمني. تخيلي صدق لو شو سوى عشان ليه ما ذكرت، والله العظيم مرة خايفة ما ذكرت، ليش ما ذكرتي؟ نفسيا وش ما كنت، مشغولة؟ انتي شغلتني يا كمان جلسنا بعد ولا شيء يعني ماسكة مسؤولة، بس ريم مشغول شغلتني، ريم مش تسوي والله ما ادري، بس انا ما انزل شيء. انا مشغولة شو اسمه، فجأة قررت اني اكلم استاذ يجيني عشان انغصب يعني إلا أذاكر، فهمتي؟ يعني أنا لو قعدت كذا مستحيل، قال لي اسمعي بجي، قلت له إنه أبغى تدريني يمكن قبل الاختبار بأربع أيام كذا، يعني فهمني فهمني من جد، وكثير كثير قالوا من صحباتي يوم اختبروا محاسب قالوا في أسئلة كثير جتنا من التجمعات، جتنا من نموذج 85 زي كذا، فقالوا إنه أنتي افهمي أكثر شيء، فإن صح، شاء الله. أنا يلا نعمل إن شاء متأملة الله تعدي، وإن شاء الله يا رب ما يكون فيك لا كورونا ولا شيء. إيش؟ أقول إن شاء الله تعدي وما يكون فيك لا كورونا ولا شيء يعني. اسمعين، تعرفين موضوع الهبات الحين اللي طايحين فيها؟ تذكرين أيام الحجر؟ يوم يكون كذا هبة اللي فعالية، بعدين هبة ثانية فعالية ثانية، كيرم، بعدين هبة ثانية التكية بالحوش. ايه الحين وش تشوفين في شي هبة؟ وادي حنيفة لا تعرفين وشو؟ مطر الرياض، لا ها طلعت اغلب من قريب يطلعون، لا، الدمام. تخيلي اغاني سمعتي، أقولك الدمام. الدمام تخيلي كل الناس الحين رايحين الشرقية، فعليا كل الناس. ما شفته وانتي ما شفتي؟ انا شفت، انا متابعة الاخبار. كل الناس، تخيل كل الناس من كل الطبقات، كل الناس رايحين فعليا يغيرون جو هناك. ليه؟ هبة، مطر مطر جو حلو لا زي لا هناك هبة هبة، في موسم الدمام، لا هبة بس كذا ما في شيء، ما في شيء. اسمعي تكفين، خلينا نشوف يوم نروح شو اسمه هذا، حافة العالم. عند جبل طويق ايه مقفلين، رتون، شفت ناس رايحة، شو رايحين؟ والله ناس رايحين. تخيل ناس تروح تكي هناك، يمكن انتي عارفتها غير هذا، عرفتي لي حافة العالم اللي نهايتها هاوية. لا 3 ساعات يعني كأنك رايحة الشرقية، كذابة، 3 ساعات
إيه أنا ذيك مرة يوم رحت أصور عند جبل طويق يوم يوم الوطن، وطني. إيه صورت الصورة اللي بالعلم، إيه أنا قلت بروح جبل طويق عشان مش عشان صورة بس أصورها. جينا مدخل مقفلين من كل الجهات، قالوا اسمعوا تبون تمشون ما راح، يعني في طريق مختصر، في طريق بتروحوا من ورا تجون عند جبل طويق. فقلنا نقول كونه ما احنا يعني رايحين 3 ساعات على صورة، فهمتيني؟ من يعني جد احنا يمكن يتعدينا مزاحمين، يعني يمكن نمشي 5 ساعات او 4 ساعات، فهمتيني؟ فبس رجعنا يعني صورنا والله. من أنا بعيد. تعرفين شفت مقطع كذا وشفت فيه يعني